في هذه الحلقة سنتعرف على أحدث التكنولوجيا المستخدمة في طائرات الهليكوبتر للإسعاف. أما أنا فأعرفكم على تطبيق يساعدكم على التجول في متاحف جامعة أكسفورد. مرحبا. يعد معهد مصدر مجتمعاً تجرى فيه أحدث مشاريع التطوير والابتكارات في مجال التقنيات النظيفة والطاقة المتجددة، لكن هذه البحوث تحتاج إلى مؤهلات وميكروسكوبات تساعد الطلاب والباحثين على تنفيذ ذلك، مثل هذا المكان الموجود أنا فيه الآن الذي يحتوي على أكبر عدد من الميكروسكوبات المتطورة ربما في منطقة الشرق الأوسط بأكملها. مرحبا دكتور مصطفى. مرحبا فيك. يعطيك العافية دكتور. بداية أخبرنا ما هي أنواع الميكروسكوبات الموجودة في هذا المختبر في المعهد؟ أنواع الميكروسكوبات اللي معانا، في ميكروسكوبات اللي بتشوف السيرفيسز، وفي ميكروسكوبات كمان بتشوف يعني ثرو ذا سيرفيسز. دكتور مصطفى، نحن نقف إلى جانب هذا الميكروسكوب، يعني إن لم تقل لي إن هذا ميكروسكوب لم أكن أعرف أنه ميكروسكوب، شكله فعلاً ضخم. ما أهمية هذا الميكروسكوب هنا في المختبر وماذا يفعل بالتحديد؟ هذا الميكروسكوب هو يعني مهم جداً في عالم النانو، يساعدنا عشان نختبر كل العينات على السكيل بتاع الذرات. يعني ربما إذا يعني شاهدنا شيء ما من خلال هذا الميكروسكوب نفهم أكثر ما تتحدث عنه. تعال نشوف. أوكي، تفضل. دكتور مصطفى، يعني ما هي التفاصيل التي يمكن أن نراها من خلال هذا الميكروسكوب؟ إلى أي مدى يمكن أن يجعل الأمور أكبر على الشاشة؟ تقريبا هنا زي الشعرة، يعني شعرة الإنسان مكبرة مليون مرة، وهذا هو اللي بيدينا يعني حتى يمكن لنا نشوف الذرات. هذا لا يمكن بدون هذه المكنة، لأن هذه المكنة يعني فيها يعني لنسز زيادة عشان تسوي لنا هذا، عشان نمشي النانو أصغر ممكن. طب أريد منك يعني ولو بطريقة مبسطة ومختصرة أن تقول لنا يعني كيف يعمل هذا الميكروسكوب ليسمح لنا برؤية هذه التفاصيل الدقيقة عبر ليزر، عبر ماذا؟ طريقة بسيطة جدا، هو في إلكترونات بنسويها بنسوي في التوب في البوكس، وتيجي بالاكسيليشن بال يعني فولتيه عاليه جدا، ولما تمشي بفولتيه عاليه جدا بتدي ضوء، وهذا الضوء بيكون عنده دبدبات صغيره جدا، وكلما الدبدبه كانت صغيره كلما يعني بنشوف احجام صغيره جدا. يعني الاكس ري مثلا عنده، لانه دبدبات صغيره بيدينا يعني ديتايلز اصغر، هذا اصغر من الاكس ري كمان. يعني طب يعني بالاضافه الى هذه الخاصيه، ماذا يسمح لنا هذا الميكروسكوب برؤيته ايضا؟ هذا الميكروسكوب كمان يساعدنا عشان نشوف مثلا كل المواد الكيميائيه الموجوده في الماده اللي سويناها. ادي لك مثل، هذا الماده لما عملنا اكزامينيشن، يعني عملنا اختبار بالمواد الموجوده فيها، سوينا وجدنا فيها عده يعني عده مواد مكونات. مثلا هون في هذه الحاله في ذهب وفي بالاديوم وفي نحاس وفي كذا اليمنت، وهذه الاليمنت بتساعدنا تشوف عشان يعني كل كم هي موجوده في الماده، وكلما يعني حتى الريشيو ما بين الاليمنت نسب تركيبها بتساعدنا نفهم البروبرتيز، يعني الخاصيات، عشان مثلا تخزين الضوء عبر الشمس، ومثلا يعني الافيشنسي بالطاقه المتجدده اذا كانت عاليه ولا لا. يبدو ان هذا الميكروسكوب متطور او ربما معقد الى حد ما، هل يستطيع طالب في بدايه حياته العمليه ان يعني يفهم هذه الصور ويعمل على هذا الميكروسكوب، ام يحتاج الى شخص متعمق وخبير في عالم الميكروسكوبات؟ هذا الميكروسكوب يعني اخر ما سوت التكنولوجيا، يعني تقريبا اقول لك في العالم موجودين
10 ميكروسكوبات زي كده يعني في العالم موجودين. الناس اللي يعني متخصصين في هذا المجهر قليلين جدا. في احنا هدفنا انه الطلبه بتستعملها. هل يمكن ان نرى ميكروسكوب اخر ربما اقل تعقيدا يستخدمه الطلاب اكثر ونرى ايضا ما هي مميزاته؟ نعم في واحد. دكتور مصطفى، كيف يساعدنا هذا الميكروسكوب على فهم خاصية تركيبة المواد وما علاقة ذلك بالبحوث التي تجرونها هنا في المعهد؟ يدينا معلومات كثيرة، تقريبا يدينا معلومات على المواد الموجودة فيها، يدينا معلومات على يعني كيف هي يعني موجودة من ناحية يعني الاصطفاف، يدينا إذا فيها خلل، إذا يدينا أيضا يعني سايز تبع يعني حجمها ودينا كثافتها. واحنا يعني الفكره انه نعمل يعني كونكشن ما بين البارامترز يعني اللي استعملناها عشان نسوي هذه الماده وبين اللي بنشوفه هذه الماده. اطلع على هون على هذه الصوره بتشوف نانو الكترودات اللي هي اصلا حتكون يعني ضمن المواد الجديده لتخزين الطاقه المتجدده. احنا عاوزين يعني الكتروز يعني صغيره جدا، كلما كانت صغيره كل ما التخزين كان اكبر، وبنفضل يعني نغير طريقه يعني فابريكيشن ونشوف بدينا ايه والمواد الموجوده فيه. ويعني وهذه عمليه ما بين هذه المكنه وبين البروسيسين عشان الاوبتمايز يعني نعمل ماده ويدين اور ديزاير. عظيم. دكتور، لدي سؤال اخير. ربما يعني هذه النتائج وهذه الدقه المتناهيه التي تعطيها الميكروسكوبات تحتاج الى غرفه يعني صممت بطريقه ما وتمنع اي اهتزاز او ارتجاج تؤثر على النتائج، كيف استطعتم تنفيذ ذلك؟ كيف فكرتم بذلك؟ ممكن تلاحظ الان موجوده في هذه الغرفه الومينوم بليتس موجوده جميع الغرفه حتى في الكولونز. هذه بتساعدنا عشان يعني نحافظ على الميكروسكوبات من الارتدادات الارضيه وارتدادات المغناطيسيه اللي يمكن يعني كومبرومايز يعني يمكن يعني تعمل لنا مشاكل في النتائج المجهريه. عظيم. شكرا دكتور، اتمنى لك كل التوفيق انت وفريق العمل الكبير الذي يعمل في هذا المختبر، ونلتقي ربما قريبا مع نتائج اخرى لاختبارات تجرى هنا. شكرا. الف شكر. أنا الآن في واحدة من أقدم المدن البريطانية وهي مدينة أوكسفورد. بالنسبة للمهتمين بتاريخ هذه المدينة سيرغبون حتماً بزيارة بعض من متاحفها. وأثناء تجوالكم داخل هذه المتاحف سيساعدكم تطبيق اكتشف متاحف أوكسفورد أو Explore Oxford Museums على إيجاد طريقكم داخل المتحف. Hello, Ted. Hi, how are you? I'm fine, how are you? تيد، أنت طورت هذه التقنية، أخبرنا كيف يعمل التطبيق. هذا التطبيق هو واحد من أفضل ما تقدمه متاحف جامعة أوكسفورد، وهو يريك أهم القطع الأثرية المتواجدة هنا. مثلا نحن الآن في متحف بيت ريفر، وكما ترين الساموراي موجود على رأس القائمة. إذا ضغطت على صورة هذا الساموراي يمكنك تكبير الصورة وقراءة المعلومات المرتبطة به وكذلك إيجاد مكانه. كما ترين التطبيق يزودك بخريطة تفصيلية لكافة طوابق المتحف، وبنفس الطريقة بإمكانك العودة للقائمة الرئيسية حيث توجد معلومات عن قطع أثرية أخرى كالبوق والنعش والقناع التي بإمكانك أن تعثري عليها عن طريق الخارطة. أيضا التطبيق يريك أيضا متاحف أخرى مثل متحف أشموليان، إضافة إلى مواعيد جميع النشاطات التي تنظمها هذه المتاحف. هل يريك التطبيق مكانك أيضا على هذه الخريطة؟ لا، إنه يريك فقط أماكن تواجد القطع الأثرية دون أن يظهر مكانك أنت. ولاحظنا من أحاديثنا مع السياح أن معرفة أماكن التواجد أفضل الأيقونات هو أكثر ما يثير اهتمامهم. لكن تد، هناك الكثير من القطع الأثرية الصغيرة في هذا المتحف، كيف حددتم مكان كل هذه القطع على التطبيق؟
التطبيق يريك قائمة بأفضل 10 قطع أثرية اختارها القيمون على المتحف من خلال خبرتهم باهتمامات السياح على مدى سنوات طويلة. لذا هو لا يريك جميع القطع هنا، ولكن ما يميز التطبيق أنه صمم بطريقة تجعله قابلا للتحديث، وبالتالي يمكن أن نغير القائمة لاحقا بإضافة أيقونات أخرى جديدة. تيد، ما هي أهم التحديات التقنية التي واجهتك أثناء تطوير هذا التطبيق؟ أعتقد أن أصعب ما في الأمر كان تطويره بحيث يتناسب مع أنواع مختلفة من الهواتف وفقا لبرامجها واستطاعاتها وقياس الشاشة مثلا. كذلك أخذنا بعين الاعتبار استخدام التطبيق في مكان لا يتوفر فيه الإنترنت بالضرورة طوال الوقت، وبالتالي صممناه بحيث لا يعتمد على الاتصال بالإنترنت، بل يقوم بتحميل المعلومات والصور المطلوبة في حال توافر الإشارة. إضافة إلى ذلك، تتعامل الهواتف على اختلافها مع محتوى التطبيق بطريقة مختلفة. مثلاً لا يمكن تكبير الصورة على أجهزة الأندرويد في حين يمكننا ذلك على الآيفون، لذلك طورنا التطبيق بحيث يناسب كلا الجهازين ويعمل بشكل جيد. بإمكاني أن أمضي الساعات في هذا المكان، لكنني سألتقي الآن بهيلين آدمز القيمة على هذا المتحف لتخبرنا أكثر عن هذا التطبيق. إذن هيلين، أنت كتبتي جميع المعلومات المتعلقة بالقطع الأثرية الموجودة في هذا المتحف، ما هي مصادر هذه المعلومات؟ ما مدى دقة المعلومات الموجودة هنا؟ بالطبع المعلومات الموجودة هنا يجب أن تكون دقيقة، ونحن نوثق هذه المعلومات بالعودة للملفات المرتبطة بكل أيقونة على حدة. وإضافة لتلك المعلومات، نقوم نحن بأبحاثنا الخاصة للحصول على مزيد من المعلومات حول تلك الأثار. أحياناً نعود للرسائل التي أرفقت بهذه القطع الأثرية أو نقارنها بقطع شبيهة بها متواجدة في متاحف أخرى، وأحياناً نعود للمجتمعات التي أنتجت هذه القطع في الماضي من خلال تتبع تاريخ بعض الأسر، القصص المرافقة لها، وأحياناً أبجدية تلك المناطق لتحديث معلوماتنا. هلال، القطع الموجودة هنا متنوعة جداً وجميلة جداً، على أي أساس تم اختيار القطع الأثرية العشرة الموجودة في التطبيق؟ بالطبع كان من الصعب جداً اختيار 10 قطع من بين 300,000 قطعة، لذا كان من المهم أن نحقق بعض التوازن من خلال اختيار قطعة من كل قارة وبأعمار مختلفة. مثلاً لدينا هنا إبريقاً ومزماراً يزيد عمرهما على 2000 عام، بينما تجدين في الطرف المقابل للمتحف نعشاً إفريقياً من غانا صنعاً منذ 3 أعوام فقط. بهذه الطريقة نحاول الحفاظ على روح متكاملة لمتحف بيت ريفرز. كشفت شركة سامسونج عن أول هاتف ذكي في العالم يمتاز بشاشة منحنية، وكما في بعض شاشات التلفزيون المنحنية فإن جالكسي راوند يتمتع بشاشة من نوع أوليد فيها تقعر في وسطها. الهاتف سيكون متوفرا قريبا في كوريا الجنوبية فقط، ولم تكشف سامسونج بعد عن سعره أو موعد طرحه عالميا. طور باحثون في شركة ديزني خوارزمية تجعل من الأشياء التي تظهر على شاشة اللمس وكأنها أشياء ثلاثية الأبعاد. الفكرة تتركز على تغيير مستوى الفولتية في بعض نقاط الشاشة، ما يعطي إحساساً وهمياً للأصابع وكأنها تتلمس شيئاً ثلاثي الأبعاد. صممت شركة نست الأمريكية جهازاً جديداً من أجهزة الإنذار عند اشتعال حريق في المنزل. نست بروتكت يتواصل مع تطبيق خاص في الهاتف الذكي، وفيه مستشعر للدخان ولغاز أول أكسيد الكربون وسماعة لبث رسالة صوتية عند الإنذار. الجهاز سيطرح في بريطانيا في نوفمبر تشرين الثاني بسعر 110 جنيهات استرلينية. وأخيراً أصبحت الروبوتات أكثر قدرة على محاكاة طريقة مشي الإنسان والحيوانات. الروبوت أطلس من تطوير شركة بوستن داينامكس والمدعومة مالياً من وزارة الدفاع الأمريكية يمكنه عبور المناطق الوعرة وأن يتوازن على رجل واحدة. أما الروبوت وايلد كات فيتوازن على 4 قوائم ويمكنه الجري بسرعة 16 ميلاً في الساعة، وصمم ليستخدم في المعارك وساحات القتال. في تقرير اليوم سنتعرف على أحدث طائرة للإسعاف تستخدم في الظروف الصعبة. بنويت.
هاي بنوي، تحدثنا أكثر عن هذه الطائرة. نعم، طائرة الهليكوبتر هذه من فئة الطائرات المتوسطة الوزن، إذ يبلغ وزنها 3.5 طن، وهي من أكثر الأنواع شهرة حول العالم، ويبلغ عدد الطائرات المباعة منها حتى الآن 1000 طائرة، وكلها لأغراض الخدمات العامة مثل حالات الإسعاف والطوارئ والخدمات الطبية. ولقد تم تجهيز هذا الطراز مؤخرا بأحدث أجهزة الملاحة، وتم تحديث تصميمها الداخلي والخارجي. Now the reference in terms of modernity on this kind of helicopter. بنويت، لما هذا الشكل بالتحديد؟ هذا الشكل تم اختياره بناء على النجاح الذي حققه في اختبارات الأمان والسلامة والتوازن وسلاسة الإقلاع والهبوط، وقد تم تطويره بإضافة مروحة مخصصة تساعد على تخفيف الضجيج بأكثر من 50% مقارنة بالطائرات الأخرى. بنوا، أنت تحدثت عن الجناح وعن الشكل الجديد له، هل لك أن ترينا ذلك؟ هذا الجناح معروف باسم جناح فينسترون أو الذيل الدوار، وله مزايا عديدة، منها أن المروحة الخلفية تم بناؤها داخل هيكل يحمل خصائص الأنبوب، أي فارغ من الداخل، مما يعطي الذيل توازنا كبيرا حتى وإن فقد الطيار السيطرة على المروحة أو تعطلت تماما عن العمل، فلن يؤثر ذلك على الطائرة. كذلك إعطاء المروحة بعض الهامش من المساحة داخل الذيل جاء بشكل يحمي المروحة وشفرات من أي جسم غريب قد يرتطم بها مثل الحجارة أو الطيور، فالمروحة قوية جدا. والميزة الأخيرة هي طريقة توزيع الشفرات، إذ تم توزيعها بشكل مدروس تماما. هنا لدينا مسافة بين الشفرتين، أما هنا فلا. هذا يساعد على تقليل الضجيج الصادر من المروحة على الأقل بنسبة 2 ضعف مقارنة بالطائرات الأخرى، وهذا ما يجعلها مرغوبة جدا في عمليات الإنقاذ والطوارئ. هناك أجواء عديدة تعمل بها الطائرات، ما هي الأجواء المهيئة أو البيئة المهيئة للعمل لعمل هذه الطائرة بها؟ هذه الطائرات يمكنها العمل في درجات حرارة مختلفة، ابتداء من حرارة 45 تحت الصفر ووصولا إلى 50 درجة مئوية، كما يمكنها الارتفاع إلى 18,000 قدم، وهذا يسمح بإجراء عمليات إنقاذ أو نقل للأطباء من وإلى أماكن لم يكن من الممكن الوصول إليها سابقا. في حال ما تم عملية إنقاذ شخص معين أو في حالة الإسعاف، ما هي الإجراءات المتبعة؟ عادة يقوم فريق الإسعاف الطبي بوضع المريض على نقالة وإدخاله إلى المروحية من الباب الخلفي، وهذا ما يجعل هذه المروحية محببة جدا لطواقم الإسعاف، فالباب الخلفي واسع جدا ويمكن إدخال المريض والتحليق به بسرعة دون مشاكل، وبمساعدة الذيل الذي يعطي توازنا كبيرا للطائرة، إذ يمكنها من الدوران حول نفسها بدرجة 360. إذن فطاقم الإسعاف يأتي من الخلف، وعن طريق هذا الباب الواسع يمكن لهذه الطائرة أن تتسع لمريضين وثلاثة طواقم طبية وطيارين في نفس الوقت، ومع كل هذا يبقى هناك مساحة كافية لعلاج المريضين أثناء التحليق. هل لك أن تعرفنا على نظام الملاحة المستخدم في هذه الهليكوبتر؟ شو همزة، let's have a look inside. Please. You are in front of the last generation. نحن هنا أمام أحدث أجهزة الملاحة، يطلق عليه اسم يونكس، وأمامنا 3 شاشات، وبما أنك تجلس مكان الطيار فإنك سترى أمامك مباشرة شاشة الطيران الرئيسية، والتي تحتوي على المعلومات الرئيسية والأساسية للرحلة مثل الارتفاع والسرعة وغيرهما. أسفل ذلك نرى الجزء الخاص بالملاحة، هذا يساعد الطيار على إيجاد طريقه عند التحليق داخل الغيوم بدون أي مساعدة خارجية. وفي أسفل الشاشة تماما لدينا تكنولوجيا جديدة، لدينا هذه اللوحة التي تزود الطيار بمعلومات دقيقة عن أي خلل أو مشاكل قد تقع أثناء الطيران.
ويظهر الإنذار على الشاشة بعدة ألوان كل حسب درجة جدية الخلل. فاللون الأحمر يعني أن الوضع خطير جدا. أما إذا كان هناك خلل ولكن الوضع ليس خطيرا فإن الإنذار يكون باللون البرتقالي. وما على الطيار هنا سوى الاستمرار بالطيران إلى أن يصل إلى وجهته مع أخذ الحيطة والحذر. بالأبيض تظهر المعلومات الاعتيادية للطائرة، أما بالأخضر فتكون لتذكير الطيار بأن شيئا ما يجب إغلاقه أو إطفاؤه مثل الأضواء. الشاشة الثانية تستخدم لأغراض أخرى. هنا لدينا معلومات عن الطائرة نفسها مثل درجة حرارة المحرك، درجة الحرارة الخارجية والسرعة والقوة ومستوى الوقود وما إلى ذلك. إلى اليسار توجد هنا الشاشة الثالثة وهي الخريطة المتحركة. وبالرغم من أن الطائرة تتحرك فإن الخريطة تتحرك كذلك مع التوقيت الحقيقي لطيرانك. كما يمكنك من خلال هذه الخريطة رؤية مسارك وتتبعه إن كنت قد رتبت لذلك مسبقا. كما يمكنك أيضا عرض أي صور حقيقية تم أخذها بالطائرة. يمكنك عرض أي وظيفة أيضا من الوظائف الموجودة بالشاشتين الأوليتين لتشاهد الوظيفة بشكل أكبر وأكثر تفصيلا. أما هذا الجهاز فهو دائما على وضع الاستعداد، أي أنه في حال تعطلت جميع الشاشات لأي سبب كان، وهذا لم يحدث حتى الآن على فكرة، فإن هذه الشاشة تحل مكانهم جميعا وتعرض أهم المعلومات الأساسية اللازمة فقط لإتمام الرحلة. كما أن لهذا الجهاز مصدر منفصل ومستقل للطاقة عن بقية أجزاء الطائرة. يقدر سعر هذه الطائرة بملايين الدولارات، لكن حياة الناس وإنقاذهم يقدر بأكثر من ذلك بكثير. أراكم في التقرير المقبل. في فقرة مواقع الإنترنت لهذا الأسبوع نبدأ مع موقع Runable.com. يقدم هذا الموقع خدمة بحث متخصصة للمبرمجين عوضاً عن البحث بشكل عام على محركات البحث العامة مثل جوجل. الموقع يحمل شعار يوتيوب للبرمجيات ويمكنك من اكتشاف الشفرة البرمجية التي تحتاجها عند كتابة تطبيق معين، وأيضا يتيح الفرصة لتجربة هذه الشفرة بشكل حي على ذات الموقع. أما الموقع الثاني فهو kidrex.org وهو محرك بحث متخصص للأطفال. كيدريكس يجعل عملية البحث أكثر أمنا للمستخدمين الصغار عبر استبعاد المواقع غير المناسبة لأعمارهم، وكذلك يمنع ظهور صفحات الإعلانات غير المناسبة للأطفال. كما يضفي عليها بعض من المتعة مثلا عبر إعطاء لون مختلف لكل حرف يكتب في خانة البحث. أترككم الآن مع هذا المقطع من موقع يوتيوب، ويبدو أن هذا الروبوت وهو على شكل أفعى سيغادر إلى المريخ قريبا. We'll be right back.